متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة إليكم. نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم نبدأها كما أعودكم دائما بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في طقس العرب، والتي تشير تشكل كميات من السحب والغيوم الركامية الرعدية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، بل وهطلت الأمطار من جديد ولليوم الثالث على التوالي فوق مدينة مكة المكرمة إثر هذه السحب الركامية الرعدية التي تتشكل في ساعات ما بعد الظهر والمساء بشكل عام. باقي مناطق المملكة تشهد تقريبا خلو للتواجد لأي من السحب والغيوم الهامة على الأجواء، ولكن المملكة ستدخل في حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين، تحظى بأهمية كونها قد تجلب معها زخات رعدية قد تكون غزيرة من الأمطار. هذه المناطق طبعا ستتحدث عنها بعد قليل، لكن نبدأ منذ ساعات ستبدأ هذه الحالة الجوية اعتبارا من الساعات المتأخرة من ليلة السبت على الأحد في المناطق القريبة من حفر الباطن والمنطقة الشمالية الشرقية على شكل تكاثر لبعض من السحب الغيوم والسحب الركامية التي قد تؤدي إلى هطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار. لكن خلال ساعات نهار غدا كما نلاحظ عموم المنطقة الشمالية الشرقية تشمل مناطق حفر الباطن، الجبيل، حتى ربما مدينة الدمام، منطقة رفحاء، الأجزاء الشمالية الشرقية من القصيم، وربما أيضا العاصمة الرياض ستتطور عليها سحب وغيوم ركامية رعدية ممطرة، بمعنى آخر تكون طبعا محلية الطابع بمعنى أنها لا تكون شاملة إنما تكون مختلفة من حي إلى آخر ومنطقة إلى أخرى، لكن هذا لا يمنع أن تكون هذه الأمطار أحيانا غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة دون عن غيرها، مسببة جريان للأودية وتشكل السيول وأحيانا تساقط لزخات البرد في بعض الأحيان، كما تنشط مع هذه السحب سرعة الرياح وبالتالي تؤدي إلى إثارة الغبار أحيانا قبيل هطول الأمطار. يتوقع هذه الأمطار أيضا أن تستمر مع ساعات نهار يوم الأحد ومساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين في هذه المناطق، تقريبا تشمل كما ذكرنا هذا القطاع الشمالي الشرقي والشرقي بما فيها أيضا العاصمة الرياض والتي يجب الانتباه لها، ربما تتعرض غدا لزخات رعدية من الأمطار. أيضا ربما تشمل هذه الأمطار مدينة الدمام وتستمر هذه فرص الأمطار معنا حتى في المنطقة الشرقية تقريبا حتى ساعات صباح يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى كما نلاحظ، بل وتقترب أكثر من البحرين وأيضا ربما أجزاء من قطر وتتركز في السواحل الشرقية من المملكة. ولكن إذا عدنا أيضا إلى ذات الأوقات يوم الأحد نهارا نرى أيضا أن منطقة جنوب غرب المملكة أيضا الفرصة مهيئة من جديد لأن تحظى بتشكيلات من السحب الركامية الرعدية الممطرة تشمل مرتفعات مكة المكرمة من جديد، مرتفعات الطائف، مرتفعات الباحة وأبها وعسير، ووصولا إلى أيضا المرتفعات الحدودية مع اليمن. جميع هذه المناطق تتحظى بمشيئة الله تعالى من جديد لفرص لزخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. هذه طبعا توقعات الأمطار كما ذكرنا وهذه الأحوال الجوية غير المستقرة متوقعة بمشيئة الله تعالى. أما الليلة في العاصمة الرياض فالأجواء تكون إجمالا غالبا صافية، لا يوجد أي أمطار، درجة حرارة 26 درجة مئوية وهي أجواء دافئة بشكل عام. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي: إذن في العاصمة الرياض هناك فرص لأمطار رعدية يوم الأحد كما ذكرنا قد تكون مسبوقة بنشاط في سرعة الرياح المسببة للرمال والغبار، العظمى 38 درجة مئوية في ساعات النهار، الصغرى 25 درجة مئوية. يوم الاثنين تتراجع حدة أو الأحوال الجوية غير مستقرة عن العاصمة الرياض، تبقى في المنطقة الشرقية مثلا الدمام، ولكن العاصمة الرياض تتراجع بها درجة الحرارة كما تتناقص بها فرص هطول الأمطار، تكون العظمى 36 والصغرى 24، ويوم الثلاثاء من 36 إلى 25، والأجواء مائلة للحرارة خاصة في ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. الآن دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من الشمال في سكاكا 33 إلى 23، في عرارة 33 إلى 21، وفي تبوك من 34 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الغربية للمملكة تكون في جدة من 32 إلى 27 والأجواء مستقرة، 38 إلى 27 في المدينة المنورة، فرص لأمطار رعدية في مكة المكرمة في ساعات ما بعد الظهر والعصر والمساء من 37 إلى 25 درجة مئوية. في الطائف أيضا أمطار رعدية محتملة غدا 28 عفوا العظمى والصغرى 19 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة جميع هذه المناطق بما فيها أيضا أجزاء المناطق الساحلية معرضة لأن تحظى بزخات رعدية من الأمطار، 23-14 في الباحة وكذلك الحمر في أبها، تكون 34-25 في جازان. انتقالا للمنطقة الشرقية تكون في الإحساء 40-23 درجة مئوية، هناك فرصة
كما ذكرنا العموم المناطق الشرقية لزخات رعدية من الأمطار، 36 في الدمام مع فرص أيضا كما ذكرنا خاصة في ساعات المساء والليل لأمطار رعدية، وحفر الباطن كذلك أمر من 36 إلى 20 درجة مئوية وفرص مرتفعة لأن تحظى تلك المناطق بزخات رعدية من الأمطار. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى في الرياض 38 إلى 25 مع فرص لأمطار رعدية، أيضا في بريدة في القصيم غبار يسبق تشكيلات من السحب والغيوم الركامية، وبالتالي هناك فرصة عالية لحدوث موجات غبارية كثيفة أحيانا، كما أنها قد تكون متبوعة بسقوط زخات من الأمطار الرعدية 37 إلى 19 تكون في حائل 31 إلى 17 مع أجواء أكثر استقرارا ومغايرة تماما لما عليه الحال في باقي المناطق. إذن هذه هي توقعاتنا الجوية دائما وأبدا بمشيئة الله تعالى للمملكة خلال تقريبا الأيام القليلة القادمة. للمزيد يمكنكم تحميل طبعا تطبيق تقصى عربي يصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.